شنو الاسم ديالك؟ تامي الشيخ. تامي الشيخ، يعني انت واريد شرعي وتحرمتي من حقك في الارث؟ من الارث ديالي. انت ورثتو من عند الام ديالكم قلتي لي، هذه الورقه ديال المحافظه، ديال المحافظه على الاملاك العقاريه. ايوا انت يعني دابا انت كتشوفوا بان هاد ولد خالتك ياك، ولد خالتك كيستغل فيكم وكياخذ لكم حقكم وانتم ما قادرين تقولوا والو. هكا سيدي بلاتي. مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، ولا من نواحي مدينه الدار البيضاء. احنا الان مع هذا السيد تبارك الله في العمر ديالو 62 سنه، يعني مسن، وريد شرعي وحرموا ولد بنت خالته من الاراضي ديالو، خذا له حقه. هاد الاراضي كيستغل فيهم، كيبنيهم وكي كيبيعهم دور صفيح وسكن عشوائي، وهذا السيد ما كياخذش الحق ديالو ومحروم من الورد. نخليكم معاه، هو كيطالب حاجه وحده، ان باغي غير حقه. السلام عليكم اسيدي، شنو المشكل اللي عندك؟ السلام. انا عندي واحد الارض هنا في دوار ولا سيدي علي واركو، معايا سيد اللي ولد خالتي باع حقه في 2009 هو باع حقه. اها، 2009 وعاود باع في 2018 شهر جوج، باع لواحد السيد كيقولوا ليه الحاج بدون ذكر الاسماء. باع السيد للسيد وعاود باع في الارض، شي ثلاثة البقعة اخرين كيبني في العشوائي وكيتسجل في العشوائي، وحنا رحنا. علاش ما خديتيش حقك وانت واريد شرعي، يعني وردتي من الام ديالك؟ انا كنت كنحرد في البلاد، وانا جاتني واحد الخدمه ومشيت وخليت لي البلاد وخليت المحل كلشي واستغل لي الظروف ديالي. واش كنتي مسيني لي شي التزام؟ مسيني لي حتى حاجه، ما داير معايا حتى حاجه. انا عندي اوراق ديالي وعندي رخص ديالي باش باني وعندي كلشي، وعندي شهاده المحافظه ها هي، وعندي الفريده ديال الوالدين. درتي به شكايه؟ مشيتي للوكيل المالي؟ شكايه عند السيد الوكيل المالي، راه باقا دابا راه باقا عند العام الجدارميه، راه باقا يعني داروا لي انا بحث، هو راه باقا ما شفتو ولا ما بحثوش. درت شكايه للسيد القائد ديال الملحقه ثلاثه، الله يجازيه بخير، راه وقف معنا وقال لك اودي غادي نخرج نريب لكم هذاك الشيء، ودرت للسيد رئيس الجماعه ديال الشلالات وقال لك اودي راه هذيك الساعه قال لي سير عبد القادر غيحل لك المشكل ديالك. ولحد الان انا باقي كنتسنى. انت محروم من حقك في الارث؟ محروم من حقي لانني انا وريث شرعي، انا 62 عام وانا كان ميته ب 65 وخلات لينا الوقت كنعيشوا فيه، واليوم نحن محرومين من حقنا. لان هو السيد هذا راه كيبني، ماشي غير باغي يسكن، كيبني وكيبيع 30 مليون 40، دابا راه بيع شي 100 مليون، وحنا راه ما شادينش حتى درهم. حنا دابا راه ولا طامع علينا في ديالنا، يعني ولا استغلال، هذا كيستغل لكم في اراضيكم. راه يدي لنا ديالنا، راه ديالنا بغا يدي لنا. حنا راه ماشي غنضربوا السيد ولا غنكذبوا عليه، حنا باغي نحقوا. قلتي بانه حتى هو وارد ولكن حقه باعوا، يعني ما يستغلش حقه. عندنا رسومه باش يبيع، الا كانوا يديروا معنا بحث. شنو بغيت تقول لهذا السيد هذا اللي ولد بنت خالتك وعائلتك ودار فيكم هذه الحاله هذه؟ شنو بغيت تقول لهذا؟ غادي نقول له الله يهديه. شنو نقول انا؟ حنا اللي كنطلبوا وهو القانون، القانون عليا وعليه الناس المسؤولين، رسالتك للناس المسؤولين. شنو بغيت تقول؟ الناس المسؤولين انا كنطلب منهم، كنطلب من سيد جلاله الملك ولو والله ينصرو بعد الشهاده ديالو، وكنطلب من جميع المسؤول، كنطلب من سيد وكيل الملك يعني يعين في هاد الملف هذا. هاد الاراضي فين كاينين باش دوار ولا سيدي علي واركو شلالات المحمدي. محمدي هنا فين كاينين هاد الاراضي هاد؟ هو وشهاده المحافظه عندنا راه في المحمديه. انت قلت لي انا ما بغيت حتى شي حاجه، خدا لي اراضي ديالي وباعهم، انا بغيت غير حقي. انا باغي حقي، باغي حقي. ودابا هادوك الناس اللي شراو دابا هما راه ما كيبيعش لهم على شهاده المحافظه، كيبيع لهم على ملكيه، كيشد ملكيه وكيمشي للبس سليمان وكيتسمى بالسليمان، ولكن البلاد راه في محافظه. هذوك الناس اللي شراو دابا مساكن، يعني حتى هما مساكن ضاع لهم رزقهم، ضاع لهم. هاد الناس اللي منصوب عليهم كيفاش غنديروا لهم حنا؟ احنا وراثه منصوب علينا، ولكن هاد الناس اللي ما عندهم حتى حتى هما غيتنصب عليهم وضاعوا لهم فلوسهم. كاين واحد راح فربير مسكين كاع وبنى راه غير، وكان واحد اخر قبل منه في 2009 10 ومعروف هاد السيد هذا، معروف هذا، وراه هو هرب وخلى كل شيء، لان ملي كيلقى البلاد. عافاك اسيدي شويه هكا باش يدوز. ملي كيلقى البلاد في المحافظه كيفاش غيديروا؟ دابا انت سيدي قلت لي انا بغيت غير حقي وبغيت الورد تجاه. انا بغيت غير حقي وصافي. دعك الناس المسؤولين والرقم ديالك ديال التليفون. اييه، ولكن واحد القضيه اخرى بغيت نطلب. شارلي طمن السيد وكيل الملك ديال المحمديه. يعني يدير لنا لابيجي، يخرج لنا لهذيك البلاد بعين المكان ويدير لنا التحقيق، تلقاني انا يعني
واخد شي على حقه ولا ظالم، انت ما ظالم حتى شي واحد ولا كذبت على هذا السيد هذا يحكم عليا، القاني مظلوم يعطيني حق. الرقم ديالك ديال التليفون؟ تليفون 06-67-68-18-20. هذا هو الرقم ديالك. مشاهدي قناة توكذي كيف ما كتشاهدوا، حنا الآن مع هاد السيد هذا مسن كيبلغ من العمر 62 سنة، وريد شرعي في واحد الأرض خلاها خداها من الأم ديالو، ورثها من الأم ديالو. جا ولد بنت خالته حرمو من حقه في هاد الإرث، خدا ليه أرض ديالو وكيبيعها وكيتصرف فيها وكيستغلها، كيبني وكيبيع سكن عشوائي. كنتمناو من الناس المسؤولين على هاد المنطقة ديال الشلالات تتبع المحمدية ياخذوا له حقه ويعطيو حقه، حيت هاد السيد راه ضاع في حقه راه سنين وهو تيجري. الرقم هو 06-67-68-42. الرقم هو 06-67-68-42. تقول شي حاجة سيد؟ تقول شي حاجه هو اللي كنطلب هو هذا كنطلب ان شاء الله الرساله ديالك توصل للناس المسؤولين. هذا هو الام وتاخذ حقك من السيد مدير الامن حتى هو يعني هنا انتم تابعين للجندار درك الملك ياك اش من البلاصه اللي نعاودوا نذكروا البلاصه دوار ولا سيدي علي دوار ولا سيدي علي وركو الضل الاحمر الشلالات المحمديه والنمره ديال المطلب 5970 دال جوج صافي وان شاء الله تاخذ حقك سيدي. الرقم هو 06-67-68-18-42. وهنا مشاهدي قناه توكذي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء. كنطلب الناس يعني الناس اللي عليهم اي واحد قادر يعاون هذا السيد استشاره قانونيه ولا اي حاجه يتصل به ويساعده حيت محتاج للمساعده. الوالدين وتا شي واحد مسكين كان مضرور بحالي يتعاون معايا لان اكثر ديال الناس راهم مضرورين بحالي صح، وكنطلب من الناس يتعاونوا معايا صافي. انا ما بغيتش يعاونوني فلوس ولا يعاونوك بدا معنويا ويعاونوك باش تاخذ حقك من هاد السيده صافي. هادشي اللي كاين هو ياخذ حقه الا باقي تسالتي غادي ياخذه، انت مع الحق اللي عنده شي حق ياخذه صافي. الحق صافي تبارك الله عليك اسيدي. وانا كنشكركم مشاهدي قناه توكذي على المتابعه والى اللقاء. وانا كنشكر سي ادريس الشكداني يعني زاد لي الشكر فاطمه الزهراء العقاوي قلتي لي سي عبد اللطيف ياك لا حميد حميد سي عبد اللطيف حميد كنشكرو بزاف وكنت شرفت مصاره. شكرا.